انه بقى نروح لخبر جميل ورائع ومبهج وملمح شديد الأهمية لا يجب إغفاله تحت أي ظرف من الظروف. النهاردة رسميا القاضيات الجدد، القاضيات بتاء التأنيث، الجدد أو الجديدات بالتحديد على منصة القضاء مع زملائهن وزملائهم إن شاء الله يبدأوا العمل من السبت المقبل. للمزيد من التفاصيل مع كل التهنئة سيادة المستشار طه كرسوع أمين عام مجلس الدولة، أهلاً. اهلا بيك يا استاذ بيه، ان شاء الله. ازاي حضرتك يا فندم؟ ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله، نعمه والحمد لله. دايما نسعد بسماع صوت حضرتك، ونسعد دايما بانه احنا يعني يبقى في عندنا كده مواقف او اشياء جديده بتحدث. انت راجل تبعث على البهجه يا استاذ بيه. لا يا فندم، ده انا يا دوب يعني اخو حضرتك الصغير، تلميذ والله. ربنا يبارك. ده انا اتشرف دايما يا فندم. سياده المستشار، البهجه في الحقيقه يعني من علامات الجمهورية الجديدة. الحمد لله. إنه سيادة الرئيس في أكتوبر الماضي يعني أصدر القرار بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة. منذ هذا التاريخ والقاضيات تم توزيعهم للعمل في الدوائر المختلفة في هيئة مفوضي الدولة، وتتعلم إن هيئة مفوضي الدولة دي جزء من القسم القضائي، جزء أساسي في القسم القضائي في مجلس الدولة. صحيح. توزعوا على دوائر هيئة مفوضي الدولة، كانوا يدرسنا مع زملائهم من القضاء الرجال في الهيئة، بيدرسوا القضايا وبيعدوا تقارير الرأي القانوني فيها، وبيشاركوا زملائهم في إنجاز القضايا والإنجاز اللي هو يعني بقالنا في أكثر من سنتين، يعني بنقول إن هو يعني إنجاز متميز ويكون يعني حاجة كويسة لمجلس الدولة، المتقاضين أمام مجلس الدولة. ويظل دائما الأمل موجود لدى يعني خريجات كليات الحقوق في الانضمام إلى المجلس. السنة دي في دفعة 21 لما يعني تقدم راغب التعيين في مجلس الدولة من الشباب والفتيات، بحيث أنه الاثنين على قدم المساواة، ويمكن سيادتك هتشوف ده يعني او بتشوفه على الشاشات وفي الاخبار، ان هم كانوا المتقدمات بيزاحمنا المتقدمين وبيقدموا اوراقهم وملفاتهم مع الدفعه الجديده يعني كتفا بكتف. يعني طب اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم. الحقيقه هم اتوزعوا في نفس الوقت على التوازي، كان متاح لهم من اداره مجلس الدوله يعني برنامج تدريبي مكثف في مجالات مختلفة، سواء الآليات العمل القضائي، أدوات العمل القضائي، مهارات القاضي الإداري، إلى جانب يعني البرامج، كان فيها أجزاء من البرامج التدريبية متعلقة بالوعي بالأمن القومي ومكافحة الفساد، ويعني المشروعات القومية اللي الدولة بتعملها، وزاروا عدد من هذه المشروعات وعرفوا يعني كيف هي مصر قوية وكبيرة. صحيح صحيح. يعني الفترة اللي فاتت أصبح واضح جدا في مجلس الدولة إنه هم هيبقى لهم دور متميز، وإنه هم على كفاءة، ويعني اندمجوا بسرعة في الهيئة القضائية في مجلس الدولة. هو ده أنا كنت عايز أسأل عليه يا سيادة المستشار. ويشاركوا مشاركة فعالة، وهم كانوا يعني تواقين ومشتاقين إلى هذا منذ زمن، ولما أتيحت لهم الفرصة يعني أثبتوا أنفسهم. ومن يوم السبت اللي جاي إن شاء الله يعني هيبقى منظر مألوف، إن سيادتك لما تدخل أي قاعة محكمة أو أي دائرة محكمة هتلاقي في قاضية موجودة، سواء موجودة كمفوض دولة موجود جزء من تشكيل الدائرة، أو بترأس دائرة تحضير في هيئة مفوض الدولة، أو في العام القضائي القادم طبعا، لأن هم كانوا لما ألحقوا بالعمل كان الحركة القضائية صدرت، العام القضائي القادم مع الحركة القضائية الجديدة أكيد هتلاقيهم بيشاركوا زملائهم حسب سنهم ودرجاتهم الوظيفية في المحاكم
اللي بتسمح بالعمل في هذه الدرجات على قدم المساواة مع زملائهم من الرجال. طب سيادة المستشار، يعني يمكن مصر مرت بسنين طويلة جدا لم يكن هذا الأمر موجودا فيها، أن يكون هناك قاضيات في مجلس الدولة إلى آخره، وبعد ما حصل ده يمكن كلنا كنا مبسوطين الحقيقة، يعني كلنا كنا مبتهجين زي ما حضرتك وصفت. لكن أظن ده كان كمان بيستلزم شكل من أشكال المجهود في دمج القاضيات في وسطهن الجديد اللي ما كانوش معتادات عليه، ولا كانوا السادة القضاء أيضا معتادين على وجود زميلات من القاضيات وسطهم. عملتوا إيه يا سيادة المستشار في ده؟ والله هي طبعا يعني هو في جزء راجع إلى المرأة المصرية طبيعتها وإصرارها وقدرتها وقدراتها الخاصة في التعامل مع المواقف والاندماج والاحتواء والكفاءة في نفس الوقت. يعني هم ساتك لو تعلم ان ال 98 قاضية اللي تم تعيينهم في مجلس الدولة بقرار السيد رئيس الجمهورية في اكتوبر الماضي كلهن من الحاصلات على تقدير امتياز او جيد جدا، وبعضهن حاصلات على درجة الدكتوراه. فهم يعني من حيث الكفاءة العلمية والقدرة والسمات الشخصية عندهم يعني هذه المكنات وهذه الاستطاعة، يعني هن يستطعن. وكان يعني الواجب في المقابل على في من جانب إدارة المجلس ومن جانب زملائهم هو إتاحة الفرصة ويعني تمهيد الطريق وإتاحة برامج تدريبية والالتقاء بيهم والاستماع إليهم، وبالتالي يعني تم في الامر خلال الاشهر القليله انهن استطعنا الاندماج وبقوه وبسرعه، وكما لو كانوا في المجلس من زمن طويل. انا بشكرك جدا 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 سياده المستشار، الف شكر على هذه المداخله، وانا اعلم ان سياده المستشار ينام مبكر جدا. كل الشكر سياده المستشار طه كرسوع الامين العام لمجلس الدوله.